انت مشيت الطبق النهائي كيف كيف ذوقته. انا عجبني هاد التشكيله هذا، قلت نديرو علاش لا. شحال وانا كنفكر كي غادي ندير هاد الديكور كندير، وطاحت عليا هاد الفكره هادي، قلت له علاش لا. درت الكوارتس كويوراتو، شي درته في الجلدان، شي في اللوز، شي في سكار كلاسي، درت في كويغطات فاش درت من الديكور، ودرت اللوز ذوقت به حتى هو وعجبني هاد الديكور، قلت علاش ما نديروش. تبارك الله جا زوين. نتوما عندكم الاختيار، ديروا الديكور اللي يعجبكم اللي ارتحيتوا فيه. انا غير بغيت نعطيكم زعما الشكل اللي صايبت انا، اللي هو الشكل اللي صايبت. وما شاء الله جا غزال وجا معلك، وتبارك الله هذوك المكونات اللي درت فيه جاو هما هذوك جاو غزالين. يلا على بركة الله. اول حاجة السلام عليكم بعد المتتبعين والمتتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر المبارك بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله يا ربي، ونلقاكم دائما على خير، وكل عام تكونوا على خير يا ربي حبيبي يا ربي. واول حاجة مرحبا بكم في القناة ديالي، ومرحبا بيا عندكم كما كنقول لكم دائما، يوم جديد، نهار جديد، اصدقاء جدد، صديقات جدد واصدقاء، ومرحبا بالجديد ومرحبا بالقديم. ما شاء الله عليكم دائما كتنوروني وكتدعموني، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنشكركم. ويلا على بركة الله غندوزو المرحلة الأولى ديال الججلان، راكم كتعرفوا المقية ديال الججلان، موراها كنحمروه. دابا انا هنا كنحمرو خا، فيه شوية ديال العداب، ظاهرة فيه العداب، ماشي شوية راه فيه العداب نيت. غادي نبقى نحمر شويه بشويه، لان ما نديروش جنجلان كتير في المقله، لان الا درت كتير ما عرفتش شي غادي يتحمر، شي غادي يبقى اخضر. غتبقاو عيتاني شويه بشويه كتحمروا وتقلوا البوطه، ما تتجهدوش باش ما يتحرقش، الا مشات تتحرق لكم غادي تجي لك المروريه في الماكله، ولا كانت المروريه ما غاديش يجي زوين. انتم شفتوها هو بدا كيتحمر، هاد بقى كتخلط الانسان، يبدا يخلط شويه بشويه، لان داك التحراك كيخليه كيتحمر كامل، ماشي شي يبقى خضر، شي يبقى شي طايب، وتبقى تعالي باش ما يتحرقش، لان قلت لكم انا مشيت تتحرق صافي غيطلق المرورية. شتي اللون ديالو غادي يبدا يتغير، واخا ما كيبانش لي مزيان معاك، كتعرف مع التليفون شويه، ما ماشي شي تليفون يعني زعما شي ماركه ضروري كيبين كيبينش اللون. شفت الججان كيبان بحال ابيض، هو الججان اصفر في اللون كي كيبان. التليفون كيكون زوين كيعطي الصوره، تاع الصوره كي الصوره كيعطي كتجي زوينه. هو ده هنا بدا كيتحمر، ما تخطاش ما تخطاش التحراك باش كيتحمر. كان هانتوما شفتو كيف جا شي دباود هنا كيبان بحال شويه محروق، هو اللي محمر هو هذاك. هذا هو اللي كان غادي نحمرو كامل، 2 كيلو، 2 كيلو ونص تقريبا نديرها مولفه كندير كثر. انا الطحين غادي حمرته بيدي هاد المره، اول مره غادي نحمر الطحين بيدي. مشيت كنشريه عند واحد السيده كتبيعو، النص لقيته خضر والنص محمر، يعني هذاك هو المرض، هذاك هو المرض. وقلت علاش ما نديرش، نجرب حدي تاع انا ونصايبو نحمرو. انا مولفه كنديه الفران، ودابا ما قدرش نديه الفران، انا سايبته بيدي، درته في الكوكوت وخل اقل عليه البوطه، تقليه البوطه وخليه يتحمر شويه. يومتي كتحركيه كتحركيه واللوزه وكيتقلى، درتو كيتقلى، غندير شويه رشيشه د الملحه باش كتجي اللوزه مقرمشه، ما كيلواش، واخا تقليه كيبقى مقرمش، ضروري تزيد تزيد واحد القبصه ديال الملح. ها هو انتم شفتو الطحين بدا كيتصايب، ها بدا كي اللون ديالو كيتغير، هذا في حتى اللي راه حمرته ميبانش مزيان. هانتوما شتو، لو بغيتو تجربو الطحين واش اللون هو هداك، درت معلقة ديال الزيت
وكندير نشوف اللون اللي بغيت، واش هو هذاك ولا واش نزيد ولا نحبس. بس هو هذا بركة جاني اللون هو اللي بغيت، اني غربلته هذيك الحبيبات حيدته، كويرات كيبقاو كويرات صغيورين، بما لان بقيت كنفركهم على ان غادي بيضين غادي يبينوا اللون، غادي يجي الطحين ابيض ججلان. هاني طحنته الاخر هذا اللي غادي نزين به، انت كنزيدو في الاخر ضروري، انا كنخلي الججلان باش كيجيني ديك التقرمشه زوينه ديال السله. وهذا هو المكون الاساسي والزوين اللي اول مره كنديرو. كاين جوج مكونات، جوج املو ديال الججلان واملو ديال اللوز، صايبتهم بيدي. هذا هو المكون الجديد اللي اول مره كنديرو في السله عندي ديالي. الا رجعتو للسلو ديال اللي درت السنه اللي رمضان اللي داز، ماشي نفس الطريقه، هذه طريقه اخرى، وبغيت نشاركها معكم. قلت علاش ما نشاركهاش معكم، باش تعمل فائده. وتبارك الله احنا المغاربه معروفين بهذا السلو او السفوف، واحد في كل منطقه كيف كيقولوا لا، اش كيقول السفوف اش كيقول سلو. انتم شفتوا النافع، جمعة النافع، سكر كلاصي، قرفاج معلق، جوزة، انا كنبغي الجوزة ومسكة الحرة دي، ما بغاش اللي يدير الجوزة تقدر تستغنى عليها، ولكن بالعكس كتجي كتعطي واحد لوكو زوين في سلو. دابا هانتوما شتو، غادي نزيد جوج هذا طحنه، غادي نبدا نحركو شويه بشويه باش تنسجم العناصر. هبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، واخا شويه طويل، بغيت ندير لكم مرحله مرحله، حيت عملو درت لكم مختصر لان التليفون كان لي شويه اقل مزعزع، ما كيبغيش يدير لي اكثر من 5 دقائق. هذا الحمد لله هو كيصايب لي بدا كومين بعدا، ودا هو قلت لكم ما تشديوش على هذا اللون، كاين اللون كي ما بانش اللون محمر مزيان، كيبان بحال شويه اللون شويه. هذا اللوز، هذا اللوز طحنت دقيته بزاف، طحنته زعما مزيان، لان كيكون طحون كيعطي واحد البنه زوينه، مع البنه كتعطي البنه فنه. دابا صافي غادي نبدا نخلط، صدقوني جربوها، زعما طريقه سهله ماشي واعره، بالعكس اسهل طريقه هي هذه، زوينه زوينه وكتجي بنينه وكيجي سلو واعر، عرفتي معلك غزال وسول وحقل هذاك السلو الصريحه معروف. ما نشكركمش فراسي، ولكن جربوه صدقوني غادي يعجبكم، طريقه زوينه وسهله، ما فيهاش ما كاينش حاجه صعيبه، كل شيء سهل الحمد لله. انا كنلقى موته باش كنصايب هاد السلو، ناري ما صايبتش شي حاجه كتجيني ناقصه ضروري، واخا نصايب شويه المره، ما صايبتش بزاف، صايبت شويه الحمد لله. كنبقى نحرك دابا شويه بشويه حتى كتنسجم هاد العناصر كامله. غير سمحوا لي لا طولت عليكم، انا بغيت ندير لكم قلت لكم هاد المراحل وحده شويه بشويه، باش تجمع الانسان اللي بغى بنات بنيتات دي دابا، يا الله تبارك الله، يا الله قال الكتكوتات دي الله طالعين غادي يتزوجوا، الله يكمل عليهم بالخير، واللي باقيين بعزيبات تاهما الله يكمل عليهم ويعطيهم ما هو بخاطرهم ان شاء الله يا ربي. يتعلموا طريقه سهله ما فيهاش حاجه صعيبه الحمد لله. هو دابا غادي نفركو بيدي، وتشوف على ريحه، على الخبز على ريحه كي طالعه، واو ما شاء الله زال الريحه ديال التقاوت زعما ما شاء الله جات فنه. انا غادي ندير الججلان حبوب، هذا ما مطحونش، انا ضروري خاصو يتفرك مزيان، علاش باش كذا باش كتنسجم هاد العناصر وكيعطي واحد البنه زوينه. هذا املو ديال الججلان والعسل، حيت انا قلت لكم انا كندير العسل في سلوم كيعجبني، العسل كان ما كنكثرش السكر، ولكن العسل كنديره ندير رحيق العسل زوينه، حتى الطعم ديالها الكو ديالها زوين.
هذا قلت لكم ديال الججلان، وهذا ديال اللبس. شتي هذا كتخلط فيه هاد العناصر، هذا هو اللي كيعطي ديك التعليكه للسلو وكيجي بنين، صدقوني جربوا الطريقه هذه. والسلو ماشي ضروري حتى رمضان عند تصايبوه، راه بالعكس هاد التقيوسات بحال هكذا خص الانسان يكونوا على طول العام. لان كلشي مقوي، عارف الجلجلان راكم عارفين المنافع اللي فيه، غني بالكالسيوم يعني، وفيه فوائد كثيره. قال ادخلوا على جوجل وغتعرفوا الفوائد دي في هذا الجلجلان. وفي اللوز فيه هو فوائد كثيره، هو بالنسبه لنا البوتاسيوم. انا ما كترش بزاف، درت كيلو ديال اللوز دي درت، مبغيتش نكتر حسب باش نقدر ناكل تاينا شويه. ناكل كناكل سكر النهار ديالي زعما كناكلو، من غير ديريز ما نقدرش ناكلو لان فيه اللوز، اللوز عامر بوتاسيوم. الجلجلان فيه ولكن واقعين ما فيهش هو بزاف، ومن الجلجلان كان زعيم عليه بحال اللوز ما كان زعيمش عليه. هانتم شفتو صافي، هذا هو صافي، انا خليته شو كي ما بانش احمر، هو عندي كيبان عندي احمر ولكن ما فهمتش واش انا ما عرفتش نريقل الكولور ديال البورتابل وقيلا ولا ما نعرف. المهم هو دابا انتم شفتو الطبق هذا هو صافي، هنخليه رقاد يختار ما يشرب هذيك العطريه ويشرب هذه الاقامه ديالو يشربها زعما، ونخليه صافي ونخليه يرتاح شويه. هادو هاد الحبيبات لي شاطو ديال الطحين، انا وريته لكم زعما شحال شاط صافي، هذيك نحتهم لان ما يصلحوش. وهو الطبق النهائي ديالي، زوقتو بالشكل اللي حبيت انا، نتوما زوقوه بالشكل اللي بغيتو ودي يعجبكم ديروه، عندكم الاختيار. انا بغيت ندير هذا المنظر هذا، عاود عجبني قلت نديرو. درت سلو، درت كويرات، فنتو في الجنجلان، في اللوز، ودي في الاسكار كلاسيك، وما لي درت الديكور ديكوريت بيه. والفوق درت عاود الجنجلان، درت اللوز، وانا كان ديكوري كيما. المهم نتوما عندكم الاختيار، ديروا الديكور اللي حبيتو. انا عجبني هاد الديكور، و الى عجبكم هاد السفو بعدو او سلو خليو لي شي تعليق زوين يكون محفز، كي يحفزني باش نزيد دائما ندير لكم الجديد. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتاخذكم كتحفزوني ندير لكم دائما الجديد. وبارطاجيو الفيديو هاد الفيديو باش تعمل فائده على الاحباب والاصدقاء. وشكرا بزاف عاود كما كان والكلمه الشهيره ديالي ما تنساوها ليش، وهي البصمه البصمه يا حبايبي ما تنساوهاش. والى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تكونوا دائما نشيطين وفرحين. وكما قلت لكم الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر المبارك الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وما تنساوليش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، يكون شي فيديو جديد عاود يكون عاود دائما، حيت انا اخذكم دائما معوداكم وكندير لكم دائما الجديد. ومهم المهم ما تنساوليش شي تعليق يكون زوين. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا مع السلامة، باي باي.